عشان تقدر تعمل بيزنس ديفلوبمنت اولا لازم تكون بتقرا كتير جدا، لازم تكون بتوبزرف، بتشوف اللي قدامك بيعمل ايه وبتحاول تفهم هو بيعمله كده ليه، ومش بس تفهم بيعمل كده ليه، يعني تشوف ازاي انت ممكن تطبقه احسن او بطريقه اسهل. ايه الحاجات اللي كانت عندك مسكونسبشن او طريقه تفكير خاطئه كانت عندك في 2016 واتغيرت ازاي في دلوقتي؟ انت عندك منتج كويس، وعندك خامه كويسه، وعندك تيم فاهم هو بيعمل ايه، وعندك براند شكله حلو، ايه السبب ان المنتج ما اشتغلش؟ معانا النهارده رائد الاعمال والسي او لشركه مصر انترناشونال كوفي كومباني باتريك ماركو. ازيك يا باتريك؟ ازيك يا اخبار يا حبيبي؟